ومن لندن ينضم إلينا الكاتب والصحفي أنور القاسم. أهلا بك سيد أنور على قناة المملكة. يعني جائحة كبيرة تعم العالم وأيضا القارة الأوروبية، كيف تتعامل الحكومات الأوروبية مع الوباء بالتوازن بين الاقتصاد والصحة، خاصة في ظل التوجه أيضا إلى إغلاقات؟ واضح تماما أن أوروبا كقارة حقيقة من أكثر المناطق أو من أكثر بؤر التضرر على مستوى العالم، وهذا لا يعني فقط أنها موبوءة، بل الخشية الآن على قطاعها الصحي. هنا في بريطانيا مثلا هناك خشية أن ينهار هذا القطاع، وهو يعتبر من أهم القطاعات الصحية على مستوى العالم. أيضا في فرنسا تواجه نفس المشكلة، في ألمانيا، في إيطاليا، في هولندا، في معظم دول أوروبا. المشكلة الآن أن هذه البلاد تواجه موجة ثانية من الوباء، وهذه الموجة يبدو أنها أعنف من الموجة الأولى وأكثر انتشارا وأكثر خطورة، رغم حقيقة أعداد الوفيات الأقل لكن أعداد الإصابات أكبر بكثير. هنا في بريطانيا هذا اليوم مثلا كانت أعداد الإصابات 18 مليون و804 أشخاص، يعني حوالي 19 ألف حالة فقط في يوم واحد. إذا استمر الوضع على حاله فإن البلاد كلها ستكون حقيقة موبوءة بهذا المرض. وأيضا الخشية أنه لا توجد حتى الآن أي لقاحات تطمئن الحكومات بأنها تستطيع أن تسيطر على هذه الجائحة، إلا الإجراءات التي تتخذها دول أوروبا. كما تفضلتم في تقريركم، يعني واضح أن كل دول أوروبا معنية الآن حقيقة باتخاذ إجراءات صارمة، لكن هذه الإجراءات لها جوانب سلبية كثيرة. هي إيجابية بطبيعة الحال من حيث يعني الحد من الإصابات، عدد الإصابات ووقف هذا الانتشار، لكن بالمقابل الموجة الأولى خلفت وراها ركودا اقتصاديا لم تشهده أوروبا، كل أوروبا، منذ الحرب العالمية الثانية. موجة ثانية هذا يعني انهيار في اقتصادات أوروبا. هنا في بريطانيا مثلا، طب ما هي الاستعدادات في هذه الحالة، استعدادات الحكومات الأوروبية لمواجهة الانهيار الاقتصادي؟ خاصة أنت قلت سيد أنور بأن النظام الصحي نوعا ما يعني هناك ضغط عليه، كيف سيتم المواجهة بهذه الحالة؟ يعني كما نعلم الحكومات حتى هذه اللحظة متماسكة، هي تقدم مساعدات كبيرة جدا. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال هنا في بريطانيا، الدولة في الجولة الأولى أو في جولة الوباء الأولى قدمت الكثير من المساعدات للمتضررين، وأيضا أعطت الكثير من الرواتب للعاطلين عن العمل، وطالبت أرباب العمل بعدم الاستغناء عن الموظفين خشية أن ترتفع البطالة، وبالتالي تصبح هناك مشكلة اقتصادية مزدوجة. الآن هناك موجة ثانية، هذه الموجة أيضا يعني تعني تكاليف كبيرة جدا. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 450 مليار جنيه استرليني، يعني نتحدث عن ميزانية مجموعة من الدول الآن معرضة حقيقة للهباء نتيجة محاولة الحكومة مساعدة الناس. ما يحصل في بريطانيا هنا مثلا، هذا اليوم ويلز، مقاطعة ويلز أعلنت أنها ستعلن إغلاقا أو ستبدأ إغلاقا شاملا لكل شيء. هذا يعني لا مطاعم تفتح، لا حانات تفتح، لا محال تفتح إلا الضرورية، مثل يعني مثل الصيدليات ومثل مراكز توزيع الغذاء وغير ذلك. أيضا هناك إجراءات مثلا التباعد، مثل استخدام الكمامات، لكن حقيقة كل ذلك هو إجراء مؤقت لنقل، ولن يجدي على المدى الطويل إلا في حال إيجاد لقاح كما تفعل الآن أو كما يجري الآن الكثير من الاختبارات، خاصة هنا في جامعة أوكسفورد البريطانية، حيث يعول الكثيرون على مستوى العالم أن تصل هذه الدراسات إلى وجود لقاح. نعم سيد أنور، يعني الحكومات تتخذ الإجراءات إلى حين وجود اللقاح، لكن هناك أيضا ردود فعل من الشارع الأوروبي. إذا أردنا أن نتحدث عن ردود الفعل، حيث أن هناك في لندن كان في مظاهرات واحتجاجات، ووصفت بأن هذا الإغلاق هو انتهاك لحقوق الإنسان،
يعني بخصوص هذه الردود، هل هناك أيضا في المقابل أشخاص يؤيدون هذه الإجراءات الحكومية بالإغلاق، أم أن الجميع لا يتفق مع هذا الإجراء؟ يعني سؤال وجيه جدا حقيقة. هنا في أوروبا تختلف النظم والدساتير أيضا، وعلاقات الناس في هذه الإجراءات تختلف. هناك نوع من الغضب، هناك نوع من الحنق لدى الشرع في بريطانيا مثلا، هنا في فرنسا أيضا، وفي إيطاليا، وفي أكثر من دولة أوروبية، باعتبار أن ذلك يعتبر أو يماشي القوانين الدكتاتورية أو قانون مارشال، قانون العسكري الذي يفرض على الناس عدم الخروج من المنازل أو عدم التجول أثناء الليل. هناك اعتراضات كبيرة جدا، أيضا هناك هجوم كبير مثلا من الشارع على الحكومات لأنها تأخرت في التعاطي مع مسببات هذا الوباء. هنا في بريطانيا هناك اتهام لرئيس الوزراء أنه أخطأ منذ البداية وهو متأخر 3 أسابيع عن اللحاق بركب هذا الوباء. أيضا حقيقة ليس من السهل هنا في أوروبا فرض القوانين على الناس بالطريقة التي تفرض مثلا في منطقة الشرق الأوسط أو في باقي دول العالم. الحكومات تنفذ القوانين بصرامة وأحيانا تلجأ إلى الشرطة والجيش. هنا هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، إضافة إلى أن هناك الكثير من المشككين في الشارع الأوروبي بأن هذا الوباء ليس صحيحا تماما، أو أن الحكومات تبغى أو تريد من وراء هذه الإغلاقات أو هذا التخويف أشياء أخرى. لهذا هناك ممانعة الآن حتى لدى الكثير من الناس، أنها حتى في حال وجود اللقاح فإن الكثير من الناس لا تريد أن تأخذ هذا اللقاح باعتبارها غير مقتنعة أساسا بهذا الوباء. نعم، الكاتب والصحفي أنور القاسم من لندن، شكرا لك.